السلام عليكم، معكم ام دي كار. فيديو جديد، كومباريزون جديده. في هذا الفيديو غادي ندير كومباريزون بجوج ديال الطوموبيلات تقريبا بنفس لا فامي من عند كونستركتور كوريا، لي كومباك اس يو في كيا سبورتي 5ام جينيراسيون وهيونداي تيكزون 4ام جينيراسيون. بريزونطاسيون بالزربه، تيكزون بروميير جينيراسيون وسبورتاج دوزيام جينيراسيون كانوا نفس الطوموبيل في كل شيء، من غير اللوغو اللي مبدل وشي لعيبات زايدين في الاستيتيك بالنسبه للتيكزون. وفي جميع لي موديل كيتشاركوا نفس لي بلاتفورم موديلها، وكان ديما كتبان هيونداي هوت جام على الكيا في جميع لي كاتيجوري، ولكن بالنسبه للكيا سبورتاج 5ام جينيراسيون في الكوتي ديزاين هربانه بزاف على التيكزون. في هاد كومباريزون غادي نشوفوا شكون اللي احسن في لي زيكيبمون، واش كيا سبورتاج ولا هيونداي تيكزون. كيف ديما دير ابوني للشين يوتيوب، دخل الانستغرام ديالنا ابوني وبارطاج الفيديو مع صحابك. هيونداي تيكزون داخل المارشي بتمنية ديال الفيرسيون، بريستيج، بريستيج بوط فيتاس اوتوماتيك، بريميوم، بريميوم هيبريد، وليكس بليس، وليكس هيبريد، والتيميت، والتيميت هيبريد. الكيا سبورتاج داخل خمسة ديال الفيرسيون المارشي، اكتيف، ديزاين، ديزاين بليس، جي تي لاين، جي تي لاين بليس. بالنسبة للموتوريزاسيون، في هيونداي ولا في الكيا، داخلين نفس الموتوريزاسيون لا في الديزل ولا في الهيبريد، حيت كيف قلنا في الأول كيبارطاجيو نفس البلاتفورم موديلها. في موتوريزاسيون ديزل، ان سي سي ار دي اي 130 الخيل، موتوريزاسيون هيبريد. ان سي تي جي دي اي هيبريد 230 الخيل، وتيجيو بواط فيتاس اوتوماتيك دوبل امبري 7 رابور بالنسبه للموتوريزاسيون ديزل، وفي هيبريد كيجيو بواط فيتاس اوتوماتيك 6 رابور، والتيكزون كتجي بواط فيتاس مانيوال 6 رابور في لونتري دكام. البوان ديال الموتوريزاسيون كتاخذ على هيونداي تيكزون حيت عطاني لو شوا في لا ترانسميسيون، حيت عطاني بواط فيتاس مانيوال. كيا سبورتاج ما دخلش كاع بواط فيتاس مانيوال، كلها اوتوماتيك. بالنسبه للسيكوريتي، هيونداي تيكزون وكيا سبورتاج سد لي زيرباك فرونتو لاتيرو ايريدو، لا بي اس، كونترول ستابيليزاسيون الكترونيك، كونترول ديناميك دي فران، ايدو دي ماراج اون كوت، كونترول الكترونيك دو بالونسمون دو لا روموك، سيستيم دو كونترول دو بريسيون دو بنو، ايزوفيكس، فران ستاسيون مو الكتريك، فيرميتور دي بورت اون غولون، ايدو مانتيان دو فوا، اسيستون سويفي دو فوا، مونيتور دونغل مور، اسيستون اونتي كوليزيون افو، اسيستون اونتي كوليزيون دو بوا مور، او لا لا. الكيا سبورتاج كتجي جيدة بالفو اوتي بروير افون اليد، سيستم دو ديتكسيون دو ترافيك اريير، افيرتيسمون دو سيكوريتي دو سورتي دو فيكول، سيستم جيستيون دي فو دو روت، سيستم دو فريناج ديرجونس افيك ديتكسيون دو بييتا. البوان ديال سيكوريتي كتاخد الكيا سبورتاج كتجي زايدة بزاف ديال لي سيستيم اليد على كوندويت على الهيونداي تيكزون. الكونفور الهيونداي تيكزون والكيا سبورتاج، بالنسبة للهيونداي تيكزون الكوكبيت 10.25 بوص، والكيا سبورتاج كوكبيت 12.3 بوص. ديماراج موتور ا ديستانس، سيستيم ستار ستوب، كليماتيزاسيون اوتوماتيك بيزون، ريغيلاتور ليميتور دو فيتيس، اليماج اوتوماتيك دي فار، فيتر افو اي اريير الكتريك افيك فونكسيون اونتي بانسمون، سمارت كي افيك فوتون ستار، باليت او فولو، ريغيلا سيج افون الكتريك افيك فونكسيون ميموار، ايدو ستاسيونمون افون اي اريير، كاميرا دو ريكيل، فولو ملتي فونكسيون اي ريغلابل اون هوتور اي بروفوندور، روتروفيزور انتيريور الكتروكروم، سيج افون فونتيلي اي شوفونت. الهيونداي تيكزون كتجي زايدة في الكونفور على الكيا سبورتاج بروتروفيزور رابطة بالإلكتريكمون أو ستور ريدو دي فيتخ أريير، والكيا سبورتاج كتجي زايدة بأكو دوا سونترال أفون أريير أفيك بورت غوبلي، فولون شوفونت، سياج أريير شوفونت، ديتكتور تبلوي، كوفر إلكتريك، مال ليبغ أو فيغتيغ. البوان ديال الكونفور كتاخدها الكيا سبورتاج حيت كتجي زايدة بزاف ديال لي زوبسيون على الهيونداي تيكزون. في الإستيتيك بالنسبة لليجوند، الهيونداي تيكزون كتجيب 19 بوس والكيا سبورتاج كتجيب 17 بوس. لي زوبتيك افون كيجيو اليد ولي فروج ليد تاهما، فولون كوير، فيتخ اريير تانتي، صالون كوير، طوا اوفرون بانوراميك، لي باردو طوا وليكليراج دومبيونس. الهيونداي تيكزون كتجي زايده بالبواني انتيريور كرومي وبلوك دو روتروفيزور افيك كلينيوتون، والكيا سبورتاج كتجي زايده بلينيت اريير سير تانتي و اونتير روكان. البوان ديال ليستيتيك كتاخدها الكيا سبورتاج وهيونداي تيكزون. الهيونداي تيكزون كتاخد البوان ديال الموتوريزاسيون و ليستيتيك، والكيا سبورتاج كتاخد البوان ديال السيكوريتي و الكونفور و ليستيتيك. بالنسبه للبري، الهيونداي تيكزون كتبدا ب 307000 درهم، والكيا سبورتاج كتبدا ب 329900 درهم. دابا حنا درنا كومباريزون بالنسبه لي زيكيبمون ديال الهيونداي تيكزون والكيا سبورتاج، وكيف قلنا في الاول الكيا سبورتاج هربان على الهيونداي تيكزون في الديزاين، هذا تيبقى الراي ديالنا. وانت قول لنا الراي ديالكم شكون اللي احسن في الكومونتير، واش الكيا سبورتاج ولا هيونداي تيكزون على حسب الكومباريزون اللي درنا حنا هنايا. هادشي اللي كاين الدراري في الكومباريزون ما بين هيونداي تيكزون والكيا سبورتاج. نتمنى يعجبكم الفيديو، بارطاجيوه مع صحابكم،
اي حاجه اكتبوها لنا في كومونتير وهادشي اللي كاين. ما نساوش ديروا لنا جيم الفيديو، بارطاجيوه مع صحابكم، ابوني الشين يوتيوب، دخلوا الانستغرام تا هو ديروا لنا ابوني وتهلاو.